جامعة ميرزيت هي مكان مرحب باللي عندهم احتياجات خاصة بغض النظر عن طبيعة هذه الاحتياجات، بصرية، سمعية، يعني حركية. لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة هي في البداية نشأت في عام 2008 وما زالت مستمرة حتى الآن. والواقع أنه اللي بدأ بإنشاء هذه اللجنة دكتور عبد اللطيف أبو حجلة اللي هو حاليا رئيس الجامعة. في عنا أهداف رئيسية للجنة. أولا نسعى إلى أن نجعل بيئة جامعة بيرزيت صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، صديقة من الناحية الأكاديمية والاجتماعية والنفسية. ثم الهدف الثاني هي المساواة، نسعى إلى أن تكون هناك مساواة قدر الإمكان كاملة بين الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة الآخرين. بعدين والثالث هدف تعزيز استقلالية الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعزيز الثقة بالنفس وإعداده حتى يكون فرد عامل في المجتمع. عبر هذه السنين وفرنا أجهزة مختلفة، حواسيب ثابتة وحواسيب محمولة حتى يستخدمها الطلبة في حياتهم اليومية وفي الصفوف في البيوت وهكذا. إضافة إلى هذا قام عدد كبير من طلاب الجامعة بتشكيل مجموعة سموها مجموعة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم يساعدون الطلبة بوسائل شتى حقيقة، يعني في الامتحانات، في المشاركة في فعاليات في الجامعة وحتى خارج الجامعة في رحلات مشتركة. مجموعة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة بلشت في 2010 في المختبر، نقدم للطلاب المساعدات على ثلاث أشكال: المساعدات الأكاديمية والمساعدات الاجتماعية والمساعدات المالية، منح ومساعدات، ونوفر لهم كل إشي هم بدهم إياه.